مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم حلقة النهاردة الأربع، حلقة ختام الأسبوع. مستمرين في متابعة أحدث التطورات الخاصة بالمشهد في السودان، وخلينا نقول أن مصر بكل تأكيد لها دور مهم جدا في هذه القضية. وبالتالي شايفين أن الرئيس السيسي بيتلقى اتصال من رئيس المجلس الأوروبي علشان يتم بحث الأوضاع في السودان. الرئيس استقبل اتصال من الرئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل علشان يتم تناول كل التطورات الخاصة بالمشهد في السودان. والحقيقة أن المسؤول الأوروبي أعرب عن قلقه بشكل كبير جدا بما يحدث داخل السودان من تطورات على المستوى الأمني، وأيضا بخصوص الوضع الإنساني، وطبعا بيهم هؤلاء الأشخاص أيضا وضع الجالية الخاصة بيهم داخل السودان. دي كانت من أهم يعني الرسائل اللي قالها للرئيس السيسي، ده إلى خلاف تأكيده على تقديرهم لدور مصر في هذه القضية ولقدرة مصر على التأثير في المشهد في السودان والتوصل لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي كمان خلال الاتصال أكد طبعا بكل تأكيد على أن مصر بتدعم الشعب السوداني الشقيق بكل يعني ما لديها، بتدعمه بشكل كامل. وأكد أيضا وأضاف أن في يعني تواصل بشكل كبير مع كافة الأطراف من أجل الوصول لهدنة وقف إطلاق النار بشكل تام تماما. فبالتالي احنا شايفين جهود كبيرة، اتصال مهم بيتلقاه الرئيس السيسي من مسؤول أوروبي بيأكد على أهمية دور مصر في هذه القضية ونظرة هذا يعني الشخص أو هؤلاء الأشخاص إلى دور مصر في السودان. في إطار متابعة كمان التطورات، كنا عرفنا أن في يعني مازال تصعيد في المشهد، مازال الاشتباكات مستمرة والمعركة مازالت مستمرة داخل السودان ما بين الجيش ما بين قوات الدعم. فبالتالي النهاردة أعلنت وزارة الخارجية بأن تم نقل البعثة الدبلوماسية المصرية من العاصمة الخرطوم لمكان تاني أكثر أمانا علشان يقدروا أن هم يمارسوا مهامهم وهم سالمين بكل أمان، ويقدروا طبعا يساعدوا الجالية المصرية أن هم يخرجوا من الأراضي السودانية بدون أن يحدث لأي شخص أي شيء. احنا كان سبق ويمكن قلنا لحضراتكم أن كان استشهد مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية، فبالتالي كان في خطورة كبيرة جدا على الدبلوماسيين المصريين. فإذا قرار اليوم هو نقل البعثة الدبلوماسية المصرية من العاصمة لمكان تاني أكثر أمانا. للتعليق على التطورات بينضم لينا على التليفون سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير ليك والسادة المشاهدين. خليني أبدأ مع حضرتك بالاتصال الهاتفي اللي تلقاه الرئيس السيسي النهاردة من رئيس المجلس الأوروبي علشان يتم يعني بحث الأوضاع الخاصة بالمشهد في السودان. أولا شفت حضرتك إزاي هذا الاتصال وحرصهم على التواصل مع مصر في هذا التوقيت وتأكيدهم على دور مصر؟ يعني هو دي حقيقة يعني تاريخية جغرافية سكانية اقتصادية أمنية من كل النواحي. علاقة مصر بالسودان هي أقوى علاقة في أي دولة مجاورة للسودان. السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر، ومصر هي العمق الاستراتيجي للسودان. في اختلاط وتمازج بين السكان في البلدين، فبالتالي مصر منذ البداية وهي حريصة على أن يتم وقف القتال والدخول في حوار من أجل مصلحة السودان أولا كدولة، ثانيا الشعب السوداني. الشعب السوداني الآن هو الضحية، الشعب السوداني في أماكن القتال وبالذات في العاصمة وهي من أكبر المدن يعني كثافة بالسكان، لا يستطيع أن يذهب لشراء احتياجاته اليومية من الغذاء ولا يذهب إلى العمل. فبالتالي هنا في يعني إلى جانب طبعا ان اقتتال جناحين عسكريين مع بعض دي اول مره بيحصل في السودان، يعني لاول مره يحدث هذا المشهد المحزن. وبالتالي مصر يعني حريصه جدا
على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لأن هناك أطراف أخرى يعني تريد إشعال الموقف سواء في داخل السودان أو أطراف خارجية. ولذلك منذ البداية مصر يعني ناشدت جميع الأطراف عدم التدخل في الشأن السوداني وترك الأمر للسودانيين حتى يمكن التفاهم مع الطرفين للتوصل إلى وقف القتال وبدء التفاوض. عظيم. إذن إحنا شايفين دعم أوروبي لمصر وموقفها من أجل التوصل لوقف في السودان، وقف إطلاق النار بشكل كامل. يعني ومبدئيا يعني هو طبعا يعني احنا طبعا زي ما صرح وزير خارجية في البداية قال احنا لنا اتصال بجميع الأطراف السودانية والمحافظة على أمن واستقرار السودان، وده اللي أكد عليه أيضا النهاردة الرئيس السيسي في اتصاله مع شارلي ميشيل. بالتأكيد، ما هو ده يعني ده موقف، الموقف الاستراتيجي لمصر مش مجرد موقف تكتيكي، لأن أمن السودان من أمن مصر، ومصر بدأت يعني تستقبل الإخوة السودانيين حسب المعلومات المنشورة. وصل إلى مصر الآن حوالي 10,000 مواطن قادمين من السودان ما بين سودانيين ومصريين، وما زال الأعداد بتتدفق. فده إلى جانب أن خرجت أعداد كبيرة من السودان إلى الدول المجاورة. قيل في الأخبار أخيرا أن ربما يكون هناك اجتماع بين الطرفين في جنوب السودان في جوبا، يعني ده خبر نرجو ان هو يتأكد وان فعلا يتم وقف القتال والتوصل الى تسوية. كان في كلام ايضا سعادة السفير عن لقاء في السعودية ما بين الطرفين. هو النهاردة يعني لسه جد من وقت قصير ان اللقاء هم ربما يفضلوا يبقى في داخل افريقيا او في داخل السودان، يعني لان ده جنوب السودان. فقالوا ان هو هيتم في جوبا لان جوبا كان لها دور في تحقيق السلام بين الميليشيات المتحاربه في السودان وبين نظام سوداني في 2018. توصلوا الى اتفاقات، فبالتالي لها دور، يعني الرئيس سلفا كير مياردات له دور في هذا. ومصر بتشجع هذا، يعني المهم أن يتم وقف القتال والخروج من هذه الدائرة الجهنمية، لأن مسألة صعبة جدا بالنسبة للشعب السوداني والمواطنين والمقيمين الأجانب والمشروعات التي تعمل في السودان. في مستثمرين أجانب اضطروا أن هم يخرجوا أو يوقفوا مصانعهم طبعا، فبالتالي هنا في مهم جدا، وده اللي أكده الرئيس السيسي لشارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي اليوم في الاتصال الهاتفي اللي بينهم. وتم يعني التفاهم على كيفية الاشتراك لتهدئة الموقف، والاتحاد الأوروبي يستخدم دوره أيضا في التهدئة بين الطرفين. هل من الممكن أن تكون خطوة اللقاء ما بين الطرفين والمباحثات أو المفاوضات هي خطوة قريبة، أم أن الأوضاع الحالية بتشير لإيه يا سعادة السفير؟ والله هو في حالة عدم يقين، يعني هو الأمل، لأن واضح من الكلام يعني بالرغم إن في صورة إلى حد ما يعني ما فيش فيها تأكيد من جانب أو آخر، ولكن واضح إن الجيش السوداني أو اللي هو الجيش الرسمي للدولة يعني له تفوق على أساس إن هو له مؤسسات الدولة، له تعاون مع الشرطة، بيواجه صعوبة في أن قوات الدعم السريع أسلوب حرب العصابات، لأن دي كانت مجموعة الجنجويد وهو أصل القائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، ده من قبيلة الرزيقات من دارفور. فهو بالتالي يعني هنا في بقى اتحولت إلى يعني انتمائه لقبيلة، فهنا لابد من مخرج، يعني حل يعني يرضي الطرفين يعني. طيب خلينا نروح مع حضرتك لتطور اخر خاص بالدبلوماسيه المصريه او البعثه الدبلوماسيه المصريه، والنهارده بتعلن وزاره الخارجيه ان هي بتنقل البعثه من الخرطوم. اولا الاوضاع حاليا ايه، وامتى بيتم اتخاذ مثل هذه القرارات ان الدبلوماسيه تترك العاصمه؟
يعني هو في الحقيقة إن الأغلبية السفارات الأخرى سواء الأجنبية أو العربية غادرت العاصمة، ولكن السفارة المصرية يمكن من السفارات القليلة هي السفارة الروسية لم تغادر العاصمة رغم صعوبة الظروف وخطورتها. وكانت النتيجة إن استشهد مساعد الملحق الإداري الشهيد محمد الغراوي، وده طبعا يعني شيء خطير جدا، لان يعني اطلقت عليه 21 طلقه، يعني عمليه يعني بشعه وخطوره شديده بتواجه يعني كل اعضاء البعثه الدبلوماسيه المصريه. بالتاكيد ده يعني هل هو كان انذار، هل هو بالخطا، جاري التحقيق في هذا الموضوع، ولكن تامينا لاعضاء السفاره لان عليهم دور، لان احنا في عدد كبير جدا من المصريين، البعض كان بيقدره ب 100,000 او اكثر، فبالتالي هنا في يعني وجود البعثة الدبلوماسية مهم للغاية لعدة أهداف. الهدف الأول رعاية شؤون الجالية المصرية ومن يرغب منهم في العودة وتأمين طريقة عودته. الهدف الثاني هو الاستمرار في توصيل الرسائل والاتصال بالأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى التهدئة أولا والتفاوض ثانيا. ثالثا ان لا يجب ان نبدو ان احنا بننسحب، يعني احنا دايما لنا دور ولنا موقع في السودان. لكن السؤال سعاده السفير، في حال ان تم اجلاء كافه المواطنين المصريين داخل السودان وما زال الوضع متازم بشكل كبير، هل ممكن نشوف انسحاب الدبلوماسيه المصريه بالكامل من داخل السودان؟ يعني انا شخصيا لا اعتقد ذلك، ربما يتم تخفيضها ولكن انسحابها لا. وللعلم هناك ثلاث سيدات يعملن في السفارة بكل بساله، يعني لا يقل مجهودهن عن الرجال، يعني لا فيهم يعني كل واحده بثلاث رجاله، يعني فاحنا يعني ما فيش نيه الى الان لسحب السفارة او سحب اعضاء السفارة الا اذا استمر الوضع، ولكن من الواضح ان حصل عملية انهاك للطرفين. في طرف ربما يكون له تفوق نسبي على الآخر، ومن هنا تبدأ المفاوضات، فمن مصلحة الطرفين أيضا وقف القتال، يعني مصلحتهم، لأن في حد معين لاستنفاذ الذخيرة، في حد معين للإمدادات الغذاء، لدرجة أن قوات الدعم السرية بدأت تدخل منازل وتستولي على ما فيها من أغذية ومن ملابس إلى آخره. وانتشرت البعض العصابات في الاقاليم، فهنا ده بيهدد امن الدوله طبعا. شيء مؤسف، ويعني اوضاع المواطنين السودانيين يعني لا تستحمل كل ما يحدث حاليا، خاصه يعني كل التصريحات من قبل المنظمات الدوليه والامم المتحده بان المواطنين السودانيين كانوا بيعتمدوا بشكل كبير على المساعدات الانسانيه، واصبح الان الوضع يعني اكثر تازما، فما يعني في حاجه الى مساعدات اكثر، فلابد ان الطرفين يلتفتوا الى الشعب السوداني. بالتاكيد، لان حتى يعني في تعبير يعني كان محزن جدا والواحد انقبض لهذا التعبير، تعبير بيقول ان المستشفيات تحولت الى مقابر مفتوحه لعدم وجود الادويه، لعدم وجود امكان التعقيم وعمليات الجراحيه لمن اصيب اصابات خطيره، فده وضع محزن. في ال 59 مستشفى خرجت من الخدمه، 39 مستشفى منهم خرجوا من الخدمه، فهنا ده وضع برضو إنساني، ومنظمة الصحة العالمية يعني حذرت من هذا الوضع الخطير. واستمرار تبادل إطلاق النار بيترتب عليه جرحى. طبعا نتمنى الأزمة الغذائية، يعني الإمدادات الغذاء بدأت تظهر أزمة طاقة، فبالتالي اللي عاوزين يخرجوا عشان يعني الأجانب، ارتفعت أسعار تذاكر السفر بدرجة غير معقولة بالنسبة للأسعار في السودان. طبعا أزمات كتيرة هتبدأ تظهر في ظل وجود يعني الأوضاع الحالية. نتمنى طبعا يتم التوصل لاتفاق في أقرب وقت، وبكل تأكيد بنوجه تحياتنا أيضا للدبلوماسية المصرية، الأبطال اللي بيقوموا بدور كبير جدا في الوقت الحالي. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
خلينا نروح لإسكندرية وشاطئ النخيل، الشاطئ اللي كان بيلقب بشاطئ الموت نتيجة أن كان في ناس كتيرة جدا بيغرقوا في هذا الشاطئ، وبالتالي كان تم اتخاذ قرار بغلقه بالكامل على مدار السنتين اللي فاتوا. النهاردة محافظة إسكندرية ومحافظ إسكندرية بيقرر إعادة فتح شاطئ النخيل ولكن ببعض الشروط، شروط طبعا بتضمن سلامة وأمان كل المترددين على الشاطئ علشان ما حدش يكون لا قدر الله بيغرق مرة تاني أو بيفقد حياته مرة تاني. مجموعة من الاشتراطات طبعا جزء كبير منها بأن يكون في يعني المنقذين على الشاطئ، لفتات ويعني إرشادات للمواطنين بتحذرهم من يعني خطورة الشاطئ أو إزاي يتعاملوا مع النزول في البحر، يكون بيتحدد كمان المساحات اللي يقدروا ينزلوا فيها، ده إلى خلاف وجود يعني نقاط إسعاف علشان أي شخص لو تعرض لحالة غرق يتم إنقاذه بشكل سريع. الحقيقة مش عارفين هل الموضوع يستدعي فعلا أن يتم يعني فتحه مرة تاني، يعني في ظل أن احنا كنا شايفين أنه هو بيلقب بشاطئ الموت، ولكن دي أحدث القرارات ونتمنى أن تكون قرارات في صالح المواطنين ومحدش يفقد حياته في شاطئ النخيل. خلينا نخرج نشوف عرض معلوماتي عن أبرز الشروط اللي على أساسها هيتم فتح هذا الشاطئ. شويه الاسعار الفايده، وعلى الرغم من احنا على مدار السنه اللي فاتت من مارس 2022 لحد مارس الماضي شهدنا ارتفاع في قيمه الفايده عندنا في مصر بيوصل تقريبا ل 10%، الا ان احدث تقارير صندوق النقد بتطالب مصر بمزيد من الارتفاع في الفايده. والصندوق اصدر تقرير الحقيقه بيتكلم فيه على الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط بصفه عامه ونسب التضخم وصل لفين، وقال
خلال ان التوقعات بتقول ان التضخم هيوصل ل 14.8% خلال هذا العام، ومتوقع ان يحصل انخفاض بعض الشيء ولكن خلال العام المقبل. وبالتالي على اساس هذا الكلام وعلى اساس هذا التقرير بيطالب الصندوق مصر وتونس وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط أن هم يرفعوا الفايدة علشان يتم مواجهة التضخم اللي احنا ما زلنا طبعا بنعاني منه، وما زال يعني المعدلات أيضا هتزيد أكتر خلال الفترة المقبلة. فالصندوق شايف أن مصر وتونس هي تعتبر من أقل الدول اللي قدرت أن هي ترفع الفايدة، ده على الرغم من أن زي ما قلت لحضراتكم احنا رافعين تقريبا 10% خلال سنة واحدة فقط. الفايدة حاليا بتوصل ل 18.5 على الإيداع و 19.5 على الإقراض. فهل من المتوقع على أساس هذا الكلام وهذا التقرير الصادر من قبل صندوق النقد أن احنا نشوف مزيد من رفع الفايدة خلال الفترة اللي جاية ولا لا؟ خاصة ان احنا شايفين كمان يعني تفسيرات الصندوق لهذا الموضوع، شايفين مثلا ليه مصر وتونس مش بيرفعوا اكتر معدلات الفايدة، قال ان ده بسبب المقايضات في مصر وتونس وهذه الدول، بيقايدوا ما بين الفايدة الاعلى والقدرة على تحمل الديون، فبالتالي على اساس الاوضاع دي بيتم اتخاذ قرار رفع الفايدة. فهل هتحصل المعادلة ما بين الفايدة وما بين الديون ونشوف مزيد من الارتفاع فيها خلال الفترة اللي جاية؟ لابد ان احنا يعني نطرح هذا التساؤل على اساس هذا التقرير، وعلى كل حال يعني كل شيء هيوضح خلال الفترة اللي جاية. ومن رفع سعر الفايدة خلينا نروح لنقابة الصحفيين والحوار الوطني. الحقيقة أن انعقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين علشان تبحث بعض المقترحات اللي هتقدمها للحوار الوطني خلال الفترة اللي جاية. وجاء في يعني مقدمة مدار خلال هذه الجلسة والمقترحات اللي خرجت في هذه الجلسة هي خاصة بالتشريعات حول عمل الصحفيين في مصر وحول الكارنيه الخاص بالصحفي المصري، وان يكون في الغاء لبعض مثلا التصريحات اللي هو بيكون ملزم ان هو يستخرجها علشان يقدر ان هو يمارس المهام الخاصة به ويمارس عمله بشكل طبيعي وترجع ليه مرة تانية سلطته. احنا بنتكلم على الصحفي والإعلامي اللي هو صاحب المعلومة اللي هو بيمد الناس بحاجات هما ما يكونوش يعرفوها، طيب ازاي هيقدر يعمل ده وهو عنده عقبات او تحديات كتير؟ يمكن دي كانت من ابرز المطالب، لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر وكمان ازاي هيقدر الحوار الوطني ان هو يساعد الصحفيين في هذه التعديلات. بينضم لينا على التليفون الاستاذ خالد البلشي الكاتب الصحفي طبعا ونقيب الصحفيين. برحب بيك يا استاذ خالد معانا. يا اهلا بيك حضرتك واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا، وعايزين نتكلم النهارده على الفعاليات المهمه اللي دارت في جلسه اليوم واهم ما جاء فيها. هو النهارده كان دعوه لزملاء صحفيين لنقاش داخل النقابه او حوار داخل النقابه حول المطالب اللي احنا هنرفعها باسم نقابه الصحفيين في الحوار الوطني. ده كان جاي تنفيذ لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة واللي هي ألزمت مجلس النقابة بتقديم مقترحات النقابة في الحوار الوطني، وكمان جزء من الدعوة اللي وصلت النقابة لتقديم مقترحات. في الاجتماع ده الصحفي كان سبقنا دعوة للزملاء بأنهم يقدموا مقترحاتهم، فتحنا ده من خلال إيميل ومن خلال واتس. وصلنا عدد كبير من المقترحات تتضمن كتير، لا علاقه بالعمل الصحفي وضوابط العمل الصحفي، لا علاقه بالتشريعات الحاكمه للصحافه بشكل عام والاعلام، وجزء لا علاقه بتحسين بالاوضاع الحريات، وجزء ثالث له علاقه بالاوضاع الاقتصاديه وتحسين بيئه العمل الصحفي. وصلنا عدد ضخم من الاقتراحات، وكمان في الحوار النهارده زملاء عدد طرحوا مقترحات اضافيه، وكان النقاش اقرب ل مش بس الحوار الوطني اللي هو حوار داخلي داخل النقابه بيطرح مشاكل المهنه وازمات مهنه الصحافه بشكل عام.
تقدم لنا مقترحات في المجال في تعديلات تشريعيه لها علاقه بتعديل قوانين الحاكمه للصحافه والاعلام بشكل عام، منها قوانين تنظيم الصحافه والاعلام، ومنها القوانين الخاصه بالنشر، ومنها كمان ان احنا استكمال اجنده تشريعيه، منها قوانين بمنع الحبس في قضايا النشر والراي بشكل عام، اللي هو يعني نص دستوري المفروض يتم تطبيقه من خلال القانون، او اصدار قانون لحريه تداول المعلومات، وكمان مطالب تتعلق بمناخ وبيئه العمل الصحفي بشكل عام، واللي هو بيتيح للصحافه انها تكون لسان للناس ولسان للمواطنين بشكل عام، وانها تنقل وجهات نظرهم، وان ضروره تحرير العمل الصحفي من القيود المفروضه عليه، وكمان اطلاق سراح زملاء الصحفيين المحبوسين. ده كان فيما يتعلق بمجال الحريات والتشريعات، كان في توصيات كثيره. فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه جالنا عدد ضخم له علاقه بضروره السعي لوجود كادر خاص بالصحافه والصحفيين وتحسين اوضاعهم الماليه، ويعني مقترحات كثيره، عدد كبير من المقترحات، وكان نقاش مثمر الحقيقه. طب استاذ خالد، خليني اسال حضرتك، ليه هذه المطالب خاصه يعني اللي بتدور حول التشريعات والقوانين اللي لابد ان يتم تعديلها ستقدم الى الحوار الوطني وليس الى مجلس النواب؟ لان هو ده القناه اللي هي موجوده دلوقتي، اللي احنا نطرح من خلالها المطالب بتاع النقابه. ده ما يمنعناش ان احنا نقدمها بعد كده للمجلس بشكل عام، بس في الاخر احنا وسيلتنا اللي بيقدم تعديلات تشريعيه اما نواب داخل البرلمان، واحنا فتحنا قناه مع نوابنا والتقينا بيهم داخل النقابه خلال الفتره الماضيه وعملنا اجتماع مع النواب. الجزء الثاني ان احنا ده مش هيمنعنا نطرق الباب الاخر المفتوح، اللي هو باب الحوار الوطني، واللي ممكن من خلاله تقديم تعديلات لتحسين اوضاع المهنه او للارتقاء بالمستوى المهني او غيره من المطالب اللي الجماعه الصحفيه اتفقت عليها. ده الفرصة ان احنا امامنا ان احنا نفتح نقاش حقيقي حوالين تطوير مهنة الصحافة بشكل عام وعرض مطالب الصحفيين، ودي فرصة اعتقد لابد ان نستغلها جميعا، وخصوصا لما تبقى مطروحة من خلال الدولة ومؤسسات الدولة ومن خلال حوار وطني. النقابة لابد ان تكون مدعوة لان تكون طرفا فيه. طيب اللقاء مع أعضاء مجلس نواب خلال الفترة اللي فاتت يعني كان بيشمل إيه، أو يعني أثمر عن إيه، أو نتج عنه إيه، أو تم الاتفاق خلاله على إيه؟ إحنا في اللقاء مع زملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب، إحنا كان لقاء أولا جزء من قواتنا الناعمة إن إحنا نتواصل مع كل الناس الإقوانة في المجتمع، منهم النواب الصحفيين. النواب الصحفيين كان محاولة لحمق آلية التواصل وتنسيق ما بيننا وبينهم، في لو احنا عايزين تغييرات تشريعية، لو احنا النقابة محتاجة تدخل في بعض المشاكل العاجلة، فيبقوا جزء من ان هم تنسيق ما بيننا وما بين الدولة، او جزء من نقل وجهة نظرنا التشريعية. واتفقنا على آلية للتنسيق دائما، وان الاجتماعات دي ما تبقى دوريه او من فتره لفتره يتم الاتفاق معهم لمناقشه القضايا، وخصوصا في حاله وجود قضايا عاجله تحتاج تدخل. لكن هل نقدر نقول ان الحوار الوطني هيعجل اكتر من التحركات ويسهل اكتر من الاجراءات والقرارات الخاصه بالصحفي المصري؟ يعني اتمنى ان هو يبقى قناه من القنوات المهمه اللي تنقل وجهه نظرنا. والقناه احنا مدعوين لها ولا بد ان نتركها، وعندنا التزام نقابي من جمعيتنا العموميه ان احنا نخش فيه. ففي الاخر هذه فرصه انا اتمنى انها تكون بوابه لان احنا ناخذ خطوات في اطار تحسين بيئه العمل الصحفي بشكل عام، وتحسين المجال اللي بيعمل فيه الصحافه، وكمان توسيع المساحات الحركة في المجتمع بشكل عام وفي الصحافة المصرية بشكل خاص يعني، وإتاحة مساحة أوسع من الحرية للعمل الصحفي. أتمنى أن دي منصة من المنصات اللي احنا بنأمل فيها، ودي جزء من تحركاتنا اللي هيجي ضمنها برضك استغلال كل أدواتنا، وكمان دعوة مثل هذه لا يمكن أن احنا نتجاهلها أو نتجاوزها كنقابة صحفيين باعتبارنا جزء من مؤسسات هذه الدولة المصرية. طيب ختاما خليني أسأل حضرتك، هل لو تم يعني كل هذه التعديلات
هتعود مرة تانية قيمة الكارنيه الخاص بالصحفي المصري، أو كمان هتعود هيبة الصحفي؟ خلينا نقول إن عودة دور الصحافة وقدرتها في تأسيس المجتمع هو لمصلحة الجميع. وعشان كده احنا على الجميع ان يدرك ان صحافه قويه ده تعبير عن دوله قويه، تعبير عن كمان هي احد ادوات التوصيل يعني رؤى المواطنين، وديت في اي دوله هي جزء من قوتها وجزء من المسارات التعبير اللي هي بتضمن استقرار اكبر، وبتضمن يعني جزء من مقتضيات الامن القومي بشكل عام ان يبقى عندك صحافه قادره على نقل هموم الناس وكشف واضاءه المساحات مختلفه في المجتمع، وكمان كشف اوجه قصور او كذلك اداه للتنوير ونقل ايضا وكشف ايضا يعني اذا تبعت مصداقيه فتبقى كشف نقاط الضوء في المجتمع. العمل ده هو لمصلحة الجميع، العمل طبعا من أجل صحافة حرة قادرة على التعبير عن الناس ونقل همومهم ده ربما يكون أحد المقتضيات. عشان كده أي خطوة احنا بنعتبرها مكسب، مش شرط كل ده. أنا عارف إن احنا أمامنا مشوار طويل لتحقيق كل هذه المطالب، ولكن احنا علينا أن نتفاوض عليها واحدا تلو الآخر، وكل مساحة بتضيف للعمل الصحفي مساحه اوسع من الحركه هي مكسب علينا، ان ندرك انها مكسب لنا جميعا، ليس للجماعه الصحفيه طبعا ولكن مكسب للمواطنين ومكسب للوطن نفسه بشكل عام، لان هذه المسارات هي بتخلق بيئه امنه للتعبير عن الراي، وبتخلق مساحه ل يعني كشف يعني القاء الضوء على الازمات، وده ربما يساعد في حلها بشكل حقيقي. أنا بشكرك جدا أستاذ خالد البلشي الكاتب الصحفي وطبعا نقيب الصحفيين على كل التوضيحات الخاصة بأبرز المطالب من أجل عودة مكانة الصحفي المصري مرة تاني. وطبعا زي ما أكد الأستاذ خالد إن ده في صالح المجتمع بالكامل، ليس فقط في صالح الجماعة الصحفية. خلينا نروح لسكن لكل المصريين ثلاثة، الوحدات اللي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر اللي فات. النهاردة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بيوضحوا أن بداية من اليوم تم فتح باب التظلم على الناس اللي هي بالنسبة لها ما جالهاش رسائل نصية تقول لهم أن هم اتقبلوا أو أخذوا وحدات، وكان السبب أن كانت شروط غير متوفرة. النهاردة تم فتح باب التظلم ومستمر لحد يعني فترة طويلة خلال الفترة الحالية بنتكلم فيه، يعني بداية من النهاردة لحد يوم 18 مايو المقبل. كل الأيام دي هيكون أي حد عنده يعني كان أوراق مش مكتملة أو أي حاجة بالتالي على هذا الأساس لم يستوفي شروط يقدر أنه هو يتظلم، ودي بالنسبة له بتكون فرصة تانية علشان يكمل الأوراق الخاصة بي. كان الطرح متقسم على يعني كده أجزاء مختلفة، كان جزء منهم وحدات سكنية كاملة التشطيب بيتم تسليمها بعد حوالي 18 شهر أو سنة ونص، ده كان في ثلاث مدن زي أكتوبر الجديدة والعياط ودمنهور. جزء تاني كان تسليم فوري في حوالي 24 محافظة. طبعا كان في تلقي لطلبات كتير، عدد المتقدمين كان عدد كبير اللي انطبقت عليهم الشروط تخطى عددهم 100,000 شخص، مقابل ان الناس اللي كانت الشروط لا تنطبق عليهم ودول اللي يقدروا يقدموا التظلم وصل عددهم لحوالي 62,000 مواطن. ده بخلاف ان في ناس قدمت باعداد كبيره على وحدات سكنيه، يعني المتقدمين كان عددهم اكبر من الوحدات، والعكس صحيح ايضا حصل في بعض الاماكن كان المتقدمين اقل من عدد الوحدات. فبالتالي هيكون طبعا في توزيع مختلف الفتره اللي جايه علشان الناس تقدر ان هي تحصل على الوحدات المتاحه، ويكون الموضوع ده على اساس الاولويات، يعني هيكون بيتم الاختيار للمتزوجين، متزوج ويعول او الاعزب او كمان الفئات يعني اللي بيكون ليها اولويه علشان تحصل على الوحدات زي ما قلت لحضراتكم. اذا اي شخص تلقى الرساله ووضحت له ان هو عنده في نقص في الاوراق او لا يستوفي الشروط يقدر ان هو يقدم التظلم
ومستمر لحد تقريبا منتصف شهر مايو المقبل. ومن الأخبار الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، تحديداً من أول ما أعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك ومالك شركة ميتا خبر خاص بتطبيق واتساب. واتساب حاليا بيتيح لكل المستخدمين اللي يعني بيستخدموا هذا التطبيق ان هم يقدروا يفتحوا الاكونت بتاعهم او حسابهم على اكتر من جهاز في نفس الوقت. قبل كده لو انت فاتح الواتساب بتاعك على الموبايل ده ما تقدرش تفتح نفس الرقم التليفون على موبايل تاني او على اجهزه تانية، لكن هذه يعني الوسيله الجديده او هذه يعني التعديلات الجديده في التطبيق بتقدر من خلالها تفتح التطبيق على اكتر من جهاز، ممكن يوصل عددهم لحوالي 4 أجهزة. ومن هذا المنطلق شفنا بقى يعني ناس كتير بدأت تهزر في الموضوع وتقول ده هيبقى سبب مشاكل كتير والواحد هيفتح على أكتر من موبايل ومش عارفة إيه وكلام كتير بهذا الشكل. لكن يهمنا نعرف أهمية هذه الخاصية وأحدث التطورات كمان اللي هتكون في تطبيق واتساب. بينضم لينا على التليفون الأستاذ محمد الحرسي استشاري التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك ويعني أعياد سعيدة يعني على الشعب المصري جميعا يا رب. كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير. وحضرتك طيب، أهلا بيك. عايزين نتعرف على أحدث يعني التطورات في تطبيق واتساب اللي تم الإعلان عنها خلال الساعات اللي فاتت، حضرتك بقى اشرح لنا كده إيه التفاصيل وإيه اللي يهمنا في هذه التطورات. طيب خليني اوضح ان يعني واتساب دايما او يعني ميتا وهي الشركه اللي تمتلك طبعا فيسبوك وواتساب وانستغرام يعني بتسعى جاهدا دايما تبقي المستخدمين يستمتعوا ببعض المميزات الجديده. خليني اقول ان واتساب كان اخر يعني ميزتين حقيقه اتاحهم، وهو فكره ان الشخص يقدر يبعت لنفسه بعض الرسائل على الموبايل بتاعه. الخاصية الثانية ان كان حقيقة حضرتك لازم تكوني موجودة قدام جهاز الكمبيوتر او الحاسب الآلي. أيوة. عشان يقبل الواتساب او الواتساب ويب. أيوة. يعني من خلال الحاج بنستخدمه على اي نوع براوزر على الحاسب الآلي او جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بتاعي، فلازم ابقى جهازي متصل بالجهاز الاخر. واتساب الحقيقه قالت لا، يعني هتوخ يعني هتيح ميزه ان ممكن يكون الجهاز مش موجود جنب حضرتك، ولكن يعني الجهاز الحاسب الالي الاخر او اللابتوب هيفضل بيستمتع بميزه الواتساب على الويب ان هو فعال ونشط. يعني التعديل الجديد هو هيكون يقدر يشغل الواتساب على الموبايل وعلى الكمبيوتر في نفس الوقت وهما مش جنب بعض. على الكمبيوتر على 4 أجهزة كمبيوتر، بس اللي عايز اوضحه مش موبايلات يعني. مش هو موبايل واحد متصل بجهاز لابتوب، هيبقى بدل جهاز لابتوب او جهاز ديسكتوب هيبقى 4 أجهزة متصل. عشان بس في بعض يعني اختلط الامر ان انا هستخدم الواتساب على 4 أجهزة هاتف محمول، وده مش موجود في يعني حاليا الخبر هو المقصود بيه اتصال الهاتف المحمول الخاص بي او جهاز الموبايل ب4 أجهزة حاسب آلي اللي هو سواء ديسكتوب او لابتوب. لكن يتم استخدام الواتساب على ال4 أجهزة في نفس التوقيت عادي جدا؟ في نفس التوقيت، والحقيقه انا يعني بحاول يعني هناك بعض الاجتهادات لتفسير يعني هذه الخاصيه، لان الحقيقه البيان مش موضح تفاصيل اكثر على فكره ليه الخاصيه او الميزه. طبعا شارح المميزات في فكره ان 4 أجهزة متصله بهاتف محمول او موبايل. وخليني اوضح ان اللي هيستمتع بالخاصيه دي يمكن نطاق الاعمال، يعني بعض الاعمال مرتبطه بفكرة الواتساب للتعامل مع العملاء، فبالتالي لما يبقى رقم الحقيقة هاتف محمول متصل ب4 أجهزة، فال4 أجهزة حاسب آلي هيقدروا يتعاملوا مع العملاء ويرسلوا رسائل مختلفة للعملاء المتصلين. ولكن هناك عيوب محتاجين نبقى يقظين ليها، لأن أحب دايما أن احنا نبقى يقظين في التعامل مع هذه الأنماط من التطبيقات. ان في مشاكل كتير بتحدث يا فندم، ان انا بكون في مكان مؤقت يعني في مكان شغلي مثلا او في مكان يعني مش مكاني الاساسي،
فبتصل بيه الواتساب بفتحه واسيب الحساب الويب. مفتوح واسيب. بفكر حضرتك ان الميزه ان الجهاز لو مش موجود متصل كان الاول بيطلب من حضرتك في كل مره اعمل له لينك او اوصله بالموبايل لينك ما بين الموبايل وما بين الجهاز. حاليا طالما حضرتك اتصلتي بهذا الجهاز وعملتي ابروف او موافقه او مصادقه مع هذا الجهاز فبالتالي هيفضل يفتح الواتساب الخاص بحضرتك. لكن هل الخاصيه دي تم تفعيلها ام ان الموضوع لسه لم يفعل يا استاذ محمد؟ الاعلان يعني تم من خلال يعني خلال امبارح الحقيقه. الخاصيه تحديدا لسه قايد يعني بعض المستخدمين يعني قالوا ان هم قدروا يستخدموا الخاصيه ولكن بعض المستخدمين لسه تباعا لان هي قايد التجربه يعني. احنا كنا بنتكلم على العيوب. اولا ان في مشكله ان لو فتحت الحساب الخاص بك على جهاز كمبيوتر وانت يعني ده جهاز شغل او سايب المكان دي اول خطوره. بالتالي انا شايف ان هذه الخاصيه مفيده لو انا في نطاق اعمال وهذا رقم الهاتف المحمول خاص بي واتساب بيزنس او نطاق اعمال ده. لكن واتساب شخصي الحقيقه لو انا في بيتي واربع الاجهزه موجودين في بيتي وانا مطمن يعني موجودين في بيتي وانا عايز استخدم الواتساب على الاجهزه اللي موجوده في بيتي اقدر اعمل كده. لكن الحقيقه الافراد ان هم يفتحوا الواتساب على اجهزه في مكان او مقر مؤقت ده طبعا غير مناسب. حاجه ثانيه مهم نفعل المصادقه الثنائيه على الواتساب بحيث ان لما يتم استخدام الواتساب على اي جهاز اخر الحقيقه بيبعت لي اشعارات ودي من الخصوصيه او في الخصائص الخصوصيه الموجوده على الواتساب. دي نقطه مهمه جدا. طيب خليني اسال حضرتك على فكره الداتا او المعلومات اللي هتكون متوفره على الاجهزه، يعني يمكن بيكون كل حاجه موجوده على الموبايل طول الوقت، هل الكمبيوتر كمان او الواتساب على الكمبيوتر هيفضل محتفظ بكل المعلومات يعني بالصور بالفايلات بكل حاجه موجوده على الواتساب؟ بص انا من الواتساب انا الفايلات اللي موجوده بتبقى من خلال المحادثه من شخص الى شخص اخر هتبقى موجوده في الهيستوري او تاريخ المحادثه. وخليني اذكر دايما الساده المشاهدين احنا بنتكلم في جموع المشاهدين ان كل ما يتم ارساله على الواتساب احنا لا نمتلكه. يعني هناك نسخه موجوده او نسخ موجوده في الشركه المالكه لهذا التطبيق تمام. فبالتالي على الخوادم الرئيسيه الخاصه بها. فبالتالي دايما بنؤكد ان الواتساب هو تطبيق للتراسل المباشر المؤقت. يعني ما استخدمش فكره ان انا احتفظ بوثائق، احتفظ بكلمات سر، احتفظ ببعض الصور اللي انا مش المفروض تكون مكانها على الواتساب. ليه؟ لان الواتساب هو هدفه الرسائل المؤقته وهناك خاصيه مهمه ان هي بتسمح ان انا لما اكون في محادثه ما بيني وبين شخص اخر افعل فكره الحذف التلقائي بعد 24 ساعه او بعد اسبوع او بعد 90 يوم. فبالتالي الميزه دي مهمه عشان اي رسائل موجوده ما بيني وبين شخص اخر يتم مسحها تلقائيا. انا شخصيا حقيقه بمسح المحادثات بعد 24 ساعه. ليه؟ لان انا بستخدم الحقيقه الواتساب في نطاقه الاساسي وهو التراسل المؤقت وليس ان انا احتفظ ببعض الوثائق. في بعض الاشخاص بيستخدموا الواتساب ان هو يبعت خاصيه اللي هو يبعت لنفسه ويحتفظ بكل المعلومات اللي ممكن ينساها او اللي يحتاجها اي وثيقه عمل اي بيان ببعته لنفسي عشان لما احب احتفظ بيه اوريه على الموبايل. هذه ليست الطريقه المثلى للاستخدام. دي معلومات مهمه جدا لكن نستنتج من التحديث الاخير ان اكثر المستفيدين بيه هيكونوا اصحاب الاعمال او الناس اللي عندهم بيزنس ده بالنسبه لهم هيكون ليه فايده كبيره. مظبوط. لان انا الا لو انا شخص امتلك اربع اجهزه حاسب الي او اربع اجهزه لابتوب واعتقد ان ده مش يعني مش للأشخاص العاديين. صح. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد الحرسي استشاري التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات. ده كان توضيح لأحدث التطورات في تطبيق واتساب. وبكده نكون وصلنا لختام فقرة الأخبار. لكن بعد الفاصل فقرة مهمة عن الملف السوداني ومصر إزاي متأثرة بما يحدث في السودان ومتوقع إيه خلال الفترة اللي جاية وبنظرة يعني مختلفة. يمكن إحنا طول الوقت بنتابع التطورات لكن محتاجين نعرف بداية القصة أصلها إيه ونعرف ممكن تكون رايحة لفين وإحنا كمصر علاقتنا بإيه أو علاقتنا إيه بـ يعني الأوضاع الحالية. بعد الفاصل استنونا.